نبدأ بموضوع شيكابالا والضغوط اللي وصل لحد الإرهاب، واللي ما فيش إعلامي لسه ولده تمه قادر يواجه هذا البني آدم الخارج عن الأخلاق، وما فيش حد قادر يقول كلمة حق ولا قادر يتكلم ويقول إذا كانت الدولة تسمح لظاهرة مثل شيكابالا يستقوي بالجماهير فيبحنا كده على الدنيا السلام، كل واحد يروح يلمله شوية ويعمل ما بداله، وما فيش حد قادر في أي قناة تلفزيونية يطلع يقول يا جماعة الموضوع ملوش دعوة بأهلي وزمالك، الموضوع روح رياضية وأخلاقيات، الموضوع في كل مرة بتدور لنفسك عن مبرر وتقول أنا ردة فعل. للمرة التانية على التوالي أنت للأسف الفاعل، وأنت للأسف المتسبب في هذه الحالة من الاحتقان والقرف اللي مال الساحة الرياضية. وفي الآخر للأسف الشديد، للأسف الشديد رايح تتمنظر وتستقوى بالجماهير وتخلي الجماهير تشتم الناس. طبعا أنا متفق معاكم أنها كلها منظومة فاشلة ولا أدافع فيها عن أحد، بس ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يسمح حضراتكم الناس اللي كانت بتمدح في أحمد مجاهد من أسبوعين ثلاثة النهاردة بيتأمروا عليه، وعندي ليكم أسرار هتقلب الدنيا. ماذا يحاط فيها طارق؟ جماعة في حاجة على الكلوب هاوس؟ سامعينك يا ريس، سامعينك والله. سامعينك طب طارق بص، خلقي ضيق جدا النهاردة وبتكلم بالعافية، لو في حاجة أفصل ونبقى نضم مرة تانية. لا مفيش، كمل يا كابتن كمل، هو بس المايك كانت قفل. بس أنا ما قفلتش مايك خالص. المهم أنا بصدق أجمع، يا جماعة بصوا أي حد هيتصل بيا أعمل له بلوك حتى لو كان مين، علشان الناس اللي بتتصل دلوقتي أنا عارفهم عايزين يبوظوا البس، لأن أنا فاهم دلوقتي حملة هاكر هتشتغل، وأنا عارف كويس من أول ما قلت سلام عليكم مين اللي بيتفرج عليا ومين اللي منتظر إن أنا ما أكملش الحلقة، أنا عارف بقول لكم إيه. فاللي بيتصل عليا ماسنجر أو تليفون أعمل له بلوك على طول، عشان بس نريح دماغنا من الموضوع ده. ولا عندي استعداد ارد على حد بيشتم، ولا عندي استعداد ايه ارد على حد يوجع دماغي، لان انا اللي فيا مكفيني، فبلوك على طول. انا طالع اقول كلمتين لوجه الله علشان وعدي مع الناس الا اتخلى عنهم في الازمات مهما كانت اموري ومهما كانت صحتي. لما لقيت البلد ما فيهاش رجاله تتكلم قلت معلش ناخد حقن ومسكنات ونطلع نتكلم. الموضوع لا ليه دعوة لا بأهلي ولا ليه دعوة بزمالك. والدليل على كده المادحون في أحمد مجاهد بالأمس يدبرون اليوم كيف ينتقمون من أحمد مجاهد. وأنا بسأل الدولة سؤال صريح، إذا كان كل واحد عايشتغل يلمله شوية يستقوى بيهم ما بين جمهور، على فكرة كل اللي كانوا في المدرجات 500 واحد ولا 1000 واحد لا يعنوني، كلهم ناس أفاضل ولكن عليهم أن يحاسبوا بالقانون لأنهم ما سابوش حد في مصر ما شتموهوش، محترمين لنفسهم قليلات أدب لنفسهم، بس اللي شفناه أنهم قليلات أدب. والتسجيلات موجودة سواء بعد ماتش الإنتاج الحربي كانوا قليلات أدب، أو سواء بعد الماتش بتاع البنك الأهلي كانوا قليلات أدب. وأنتوا حضراتكم سمعتوا إيه اللي اتقال بعد مباراة الإنتاج وإيه اللي اتقال بعد مباراة البنك الأهلي. يعني أنت دلوقتي إذا كنت بتطبق القانون أنت في عقوبة تقع على نادي الزمالك علشان نادي الزمالك دي جمهوره، وفي مصيبة تقع على اتحاد الكورة مين اللي سمح للناس دي تدخل، وفي الآخر رايحين ينصبوا ويضحكوا على الناس ويقول لك الناس
الناس ما دخلتش، وزوجات اللعيبه واولاد اللعيبه والكلام الاونطه اللي انت سمعته، وبيقول لك الكشف. طب ما الكشف مسؤوليه النادي، ما الكشف مسؤوليه النادي. انت بتضحك على مين وبتنصب على مين؟ فللاسف لم نرى اي حاجه يمين او شمال تبشر بالخير، لا اعلام يعني، حد من الاعلام من المعلقين بسمعه. وكنت واخد حقن حتى ما شايفش امبارح، كنت واخد 5 حقن امبارح على مدار اليوم، ولا مركز ولا شايف. بسمع مذيع يقول لك ايه، في دوري اتسم بالروح الرياضيه والاخلاق. والله العظيم فقت وقعدت اضحك. روح رياضيه واخلاق ايه يا عم؟ هو انت جاي من كوكب تاني؟ ده حاتم بطيشه صدعنا في مباراه البنك والزمالك وهو بيقول الملايين ينتظرون رقصة شيكابالا، واحمد عيد عبد الملك قعد يعمل تويتات كأن رقصة شيكابالا دي رقصة يعني مش عارف مين في العصر الذهبي. وفي الاخر الموضوع انت اللي بوظته. انت امبارح يعني في يعني كناية عن الماضي، احمد مجاهد بيعمل لنا كل اللي احنا عايزينه، واحمد مجاهد عمل نفسه مش سامع، وشيكابالا بيقول بتفصلوا الدوري للاهلي في اشارة واضحة باتهام اتحاد الكورة بالرشوة والمجاملة وكل حاجة في الدنيا. خلاص يا احمد يا محمد، لو سألتني تاني اعمل لك بلوك. خلاص انا شفت السؤال، خلاص لو تكرمت يعني. فانت بتضحك على مين يعني؟ انت بتضحك على مين؟ ماشي، خلينا نيجي للجزئيه دي، ولكن خلينا في الجزئيه الاهم. قلت ابدا بايه يعني؟ بعيد عن كلامي ابدا بايه؟ جبت لكم قبل كام يوم، قبل ما اتعب او اليوم اللي طلعت فيه، جبت لكم ايدو زملكاوي برضه، قلت الناس تسمعوا عشان ما يضحكوش على نفسيهم. ويقول لك عبد الناصر بيكره الزمالك، وانا باكد الموضوع لا زمالك ولا اهلي، الموضوع موضوع قيم واخلاق، الموضوع موضوع قيم واخلاق. ولا خيرة في شعب ما عندوش اخلاق، وشلة المرتزقة دول اللي ما عندهمش اخلاق مهما كان عددهم انا كفيل بيهم والحمد لله، بس ربنا يديني الصحه، لاني عادي على مدار 5 سنين مسحت بيهم البلاء ولا يعنيني حاجه. ده ناس حتى مرضي بتتريق عليه، يعني حتى المرض اللي انا فيه ومش قادر اطلع، طلعوني محبوس وانا عيان، وطلعوني مش عارف مش قادر اطلع اكل الدوري، خدوا الزمالك ليه يا ابني؟ عشان ايه؟ يعني حتى لما تكون محترم في خصومه يعني راعي ظروف الناس، يعني راعي ظروف الناس. طب ادين طلعت لك النهارده عشان انكد عليك وعلى اللي جابوك، مش انت عايز حد ينكد عليك كل يوم؟ ما هو للاسف البلد ما عادش فيها رجاله. او والله العظيم انا بقول لك اهو، البلد ما عادش فيها رجاله. المهم قلت احسن بدايه ان انا اسمع الناس. طبعا انتوا عارفين الشاعر المحترم صديقنا العزيز احمد كيلو ده زملكاوي، زملكاوي يعني حتى النخاع، زملكاوي حتى النخاع، واخد بال حضرتك؟ تعالى اسمع احمد كينو عمل قصيدة في شيكابالا، عمل قصيدة في شيكابالا، قصيدة كاملة عملها في شيكابالا. لو يتصل بي حد مسؤول مهم يقول لي هو انت مسؤول، والله مسؤول كبير، يتصل بيا يقول لي يا اخي ما تهدى شويه على شيكابالا بود يعني. قلت له هو حضرتك انت شايف ان شيكابالا كان صح؟ ده لو حد قال على ان اللي عمله شيكابالا صح يبقى لا معتوه لا مجنون لا متخلف لا بني ادم عايز يودوه السرايا الصفراء. قال لي لا انا متفق معاك ان هو فقد رصيده، ولكن برضه ما تزعلش الناس منك. قلت له انا اخد ايه من الناس لما اموت؟ أنا آخد يمن الناس لما أموت.
هو يا باشا لو مش عايزين تطلعونا على اليوتيوب يعني هتفرق ايه؟ وانت شايفنا يعني مش عارف عادي والله ما فرقه معايا حاجه، حتى عايزين تمشونا من البلد نمشي ما فيش مشكله برضه، بس خلي بالك برضه احنا اللي النهارده هنقول ان اللي اتعمل بتسليم الدرع جريمه في حق مصر، لان انا برضه بقول لك مش اهلي وزمالك، جريمه في حق مصر. روحكم في مصر بره يا فندم بيتقال علينا ايه بعد المسخره اللي احنا شفناها بعد مباراه البنك الاهلي والزمالك دي؟ اسمها مسخره لا تليق باي بني ادم محترم، فما بالك من دوله فتيه قويه العالم كله بيتفرج عليها، وناس قاعده تقطع مقاطع وتبعتها الناس، يعني في ناس في مقام اخواتي الكبار وفي ناس في مقام ابويا قدرهم وليهم كلمة معايا وعليا، يبعتوا لهم مقاطع يكلموني يقولوا لي ليه يا ابني كده الناس بتشكي منك، والناس يعني عاملة عليك حملة وبعت لنا فيديوهات انك بتكره الزمالك. ما هو انت لو اهلاوي قول لنا اهلاوي، يا عم انا لو اهلاوي شرف ليا ان انا ابقى اهلاوي، انا راجل متبني كلمة الحق وساظل اقول كلمة الحق لغاية ما اموت. ده الكابتن ايمن يونس يا جماعة طالع دلوقتي مع يوسف الحسيني بيقول لك شيكابالا، طبعا الكابتن ايمن يونس نازل انتخابات، يعني الكابتن ايمن يونس عايز اقول له حاجه، احنا لسه معزينه في جوز بنته توفى، واخي وانت بتدفنه ما افتكرتش انك رايح نفس القبر، انا اسف اذا كان التشبيه جارح يا كابتن ايمن، لكن وانت رايح تدفنه يعني يعني ده جوز بنتك وانت رايح تدفنه، ما تخيلتش كنت بتكلم يوسف الحسين انك هتروح نفس المكان. طالع تقول شيكابالا غصب عنه وشيكابالا محترم وشيكابالا جمهور شتمه، انت شايف ان شيكابالا ملعب ما كانت فيه ولا بني ادم شتمته الحيطان ولا الخرسانه. الاهلي مش موجود في الملعب اصلا ولا جماهيره بعد ماتش الانتاج الحربي. راضي ضميرك الكلام اللي قلته يا كابتن ايمن؟ ضميرك مستريح؟ اقسم بالله العلي العظيم الكابتن محمد صلاح اللي فضح الزمالك مش عبد الناصر زيدان، اسلام صادق بيساله بس عشان الحقوق مش قادر ازيع، بيساله بيقول له الزمالك خد الدوري بمجهوده؟ يا كابتن ده سؤال متفق عليه، ومحمد صلاح اللي قال لي اسلام صادق يساله لي، وفي الاخر قال له اتاخرت ليه في الرد يا كابتن؟ قال له بفكر، وفي الاخر قال له بمساعده بمجهود الفار. لو قلتها انا كنت اتعلقت في ميدان التحرير، وعلى فكره واقسم لكم بالله الكابتن احمد عبد الحليم كان اول واحد يسب في الزمالك، يعني في المسؤولين اللي بيديروا الزمالك وهو بره الزمالك محدش سائل فيه، اول ما جابوه جوه النادي قاعد يسب في الاهلي، كان يقعد معانا يقول شعر في الاهلي ويقول لك احنا عندنا اداره كذا وكذا وكذا، وللامانه ناس بياخدوا بطولات بعرقهم، اول ما شغلوه بص هو كده في النادي ده اللي ما يشتغلش يطلع عينه ميتين ابو النادي، واللي يشتغل يفتكر الولاء والفلنه ام خطين حمر وخطين سود، كل بص وانت مغمض بعيد عن الجمهور المخلص المحترم زي اسلام رضوان اللي مات، يعني اسلام رضوان الزملكاوي البورسعيدي اللي مات، انا ما اعرفوش، دخلت على صفحته اقرا وتجول لقيت ما فيش كلمه شتم فيها حد، حتى لما بيضايق صديق اهلاوي بالحب وبنكته حلوه وضع عليه انه ولد متدين رحمه الله عليه، هذه النماذج المحترمه اللي انا بدافع عنها من جمهور الزمالك العظيم، الزملكاويه اللي بجد المؤدبين المحترمين، ونفس الوضع بالنسبه للاهلاويه. لكن انا لا ادافع عن خطا مهما كانت العواقب. اسلام رضوان من المفترض هم بيعملوا الاحتفاليه يحطوا صوره اسلام رضوان على صدرهم اللي مات وهو بيحتفل مع الفرقة،
جات له سكتة قلبية من فرط الفرحة رحمة الله عليها. لكن الجمهور ده اللي بيشتم الناس وبيشتم الأموات والأحياء ولاعب قاعد يشتم الحي والميت وأيمن يونس يطلع يقول الكلام ده؟ طب انت عايز ترضي مين يعني؟ انت عايز ترضي مين؟ وانتوا بتضحكوا على مين؟ ما هم يومين انتخابات، فكل واحد عايز يكسب أصوات بأي طريقة وخلاص. لكن صدقوني دول آخر حاجة عندهم الزمالك، عشان كده أنا كلامي بيتعبهم. وعلى فكرة كلهم بيهروا دلوقتي، وأنا عارف بقول لك إيه وبيتفرجوا عليا، كلهم بيهروا علشان قاعدين يعدوا الساعات، وفيهم ناس ما هتنامش الليل عشان مستنين الحد يجي ومرتضى يروح النادي ولا مش هيروح. وأنا عارف بقول لك إيه، أقسم بالله فيهم ناس بتهر، فيهم ناس بتهر، عاملين كده بيهروا. ولا بكره هيجي النادي وهيدخل النادي وهيحصل ايه، بس ده ملف تاني هنتكلم فيه بعدين بالتفصيل. انا عجبني كلام احمد كينو وحبيت ان انا اهديهولكم، واخد بال حضرتك، واسال الاعلام الزملكاويه المحترمين بيتكلموا زي ميدو، وناس كتيره اللي ما بتتكلمش اتحيدت. يعني قالت لك ايه، انا يا عم بدل ما تشتم من الجمهور خلينا بعيد بعيد عن الملف ده وخلاص.